في المال يولي خوال ما يعطينا بالا. سبحان الله مغير احواله بايت شيعون صباح السلطانة هيقولة نادم يدوان يشوف المال يولي خوان ما يعطينا بالا. بارك حصل المال يهبل تنسح بابك تتخط زي التهبل الناس منك تكره تملة عيش راجل كل يا صاحبي يتحلى. سبحان الله مغير احواله بايت شيعون صباح السلطانة هيقولة نادم يدوان يشوف المال يولي خوان ما يعطي لمانه. صبري وينو؟ شرطة معاك جابوا. وانا نعرف الشرطة في خدمة الشعب وانتوما جايين تقلقوا في الشعب. قلت لك ألف مرة ثبت في البلاغ قبل ما تخرجنا. انا على المليار 900 مليون. ايوه وانت 100 مليون. تقترح علي 100 مليون ممثل ولاية باهجة صندوق احمر معنا يا سيادة كامل عملية. جيبوا هذا المنفذ و... يا ودي شبيك قالوا نقصب على أساس نقصب النيانس ونقصب الوا... إيش قولك نقسم معك على أساس الطول؟ أقسم بالله لا يقعد لك زوز ملايم في بايك شاكة بلاستيك. أغزل يا رزوق أنت تو تقريب واحد من العائلة معنا. ربي يستر. صحيح ولا ربي يستر. قريب وخاطب خطيبتي اللي كان ربي يستر يقول لك نعزش من الخطيب كان خطيب الخطيبة. صحيح ولا ختمة يا ابن عروس تفضلي. للا شنو حوالك انت من جاي لاباس عليك؟ كيف حليك كيف من جاي؟ للا اختينا انت بركه لاباسنا علينا حطيني ولدي في الحبس باش تحطيني هنا توا. اتفضلي بري في الحومه برحي. قولي من جاي تبيع في الزطله. قولي من جاي تحرك في الذري لللامبادوزا. قولي من جاي تصرف في الديفيز في دارها. اي خاطر تهموه تغرخه تيبتو اهرب. والله ما تغرت انا اقسم بالله وراس من جاي خاطي مش هو انا هو اللي تغرت. برجو ليا مش علوش نعجة خوك نعجة مخنان تنعرفه عاقل مسكين ما يعرفش يتصرف. اما انا ما انتهزني عنده. نو ديزولي لو نيميرو دي دوموندي اتان جواني ابل بور لو مومون في رابلي اولتيريور مو بيو. هكا تنجم تهزني؟ استغفر الله العظيم يا رب. تعرفي نقطة ضعفي شنو؟ شنو؟ دموع الفتيات العذراوات. انا دموع. انت يا قاعدة تبكي. انا قاعدة نبكي توا. مالا على الفازة كيماكش تبكي اعطيني 10,000. اي جابت قدامي عادي. تابعيني. امشي. سويتها موا. قولي لي شكون اللي دغرك والفلوس وين؟ فلوسي انا وين؟ تبي انا باش نقول لك. سامحوني نسأل والله في بالي واحد وسامحنا عاد باب البازيل. طلع شكون جاب سلعة بنينة وقال لك نعاود القعدة. شكون؟ يخرج له. السلام عليكم. يا بنتي قولي لي شكون اللي دغرك؟ دغرني؟ اخي مش قلتي لي واحد دغرني وهز الفلوس قبيله؟ ايه انا سمعت واحد دغرني وهز الفلوس. شم دخلك انت سكر فمك شم دخلك؟ بيه نحب نعاون ما تعاونش. بيه انا ساكت. فما واحد ما قلت لك مجرم في صاله دغرني وهز الفلوس ورب. ايه كي هو في صاله ما تخافيش يرجع مره اخرى ويدغرك. لا هو راه رزوق انا نختلف معاك في الراي لهنا. انفوان نحددوه احنا كيفاش شكله الفصال هذا احنا بعد نتفهموا معاه بالقدا. يا ودي شن دخلك انت سكر فمك شن دخلك في الموضوع هذا شن دخلك لا تشكك في زوج الحديد ليه اسكت سكر فمك ما تتفكريش انت اوصافه اوصافه معناها طويل قصير بطي احمر ازرق تفكري تفكري يا بنتي بالك شي نطلعوه به هو طويل ليه مش طويل قصير صبري ما نتذكر حد شيء. شنو ما تذكري شيء اخي مش جبتي واحد باش يعانك وهز معاك الفلوس ودرشتي؟ نسيت انا غالب. اخي فما عابد في الدنيا يا رسول الله يجيب عابد للدار وهو ناسي اوصافه. وردي بالك راه وليد يدغرك مره ينجم يدغرك مره اخرى. اي جامي دو سون كات. يا بنتي تكلمي شكون وليد يدغرك؟ والله ما نعرفش. تشانشينا هذايا باش تردي لي تشانشينا؟ فما عابد يجيب واحد للدار باش يعاونه وما يعرفش اوصافه؟ نسيت صبري على غالب عاد. تفكري 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 بالكش نطلعوه. تفكري وقولي لنا فرد مره قداش هز معناها الفلوس؟ عندي شي يامك في الفلوس انت اللي مبارسي عليك اليوم شي يامك في الفلوس وسايب ماتريال الراجل هذا ايش تعمل به؟ خليه غاد. بيه.
يا بنت وين تتكلمي؟ ريتي احنا نجيبوه حتى من الكرش حوت. وي وي بيان سور. بالله سامحني سي صبري، عندي سؤال. تفضل حاجة تهم القضية. بيان سور عندك الحق تكلم. بالله سامحني، توا كي يبدا مثلا واحد ينجم يتخبى في كرش حوت، او مثلا انا كي ناخذ كيلو سردين نجم ندخل في كعبة السردينة من داخل؟ سمير a changé sa photo de couverture. عجبتكم الفوتو دو بروفيل؟ يعيشكم يا شرطة، والله تفجعت عليه برشا. انت غالطة مدام، مؤسسة عليه يشوف وين يمشي وين يجي. شعفة وطوبة، ما عادش نخليه يخرج من الدار. قديش توحشتك يا بوبو. واش بريحتو هكا؟ لقيناه ناصبين بيه في المنصبية. منصبية؟ لو بوفغ، يلزمني نهزو لبسيكيات خلي نحي الوكل ليزيماج شوكونت اللي شافهم. انت صرفت صرفت، كما نهزو الحجام ونهزو الحمام وعملو ظوافر و هاي في الأمان مدام. لحظة لحظة، ظهر لي ولدي ضايع. شنية؟ ولدك ضايع؟ شبيك يا أخي مدام؟ أنت قلت لنا على الكلب ما قلتناش على ولدك راه. هي ما عنده أربع أيام توا ما روحش للدار. يا أخي أنت نورمال ولدك ضايع ما تلوش على الكلب؟ المهم جبتوا لي بوبو، مومو مش مشكل، نعرفوا قد روحوا. تحب نلوجوا لك عليه؟ لا لا ما تقلقوش ريحكم، تو يدور يدور ويرجع للدار. الله يبارك، هاي بالسلامة مدام. في الأمان مدام، هاي. سافا صبري. يا أخي بالله ما لقيت وين تجيبني، جايبني لهنا. عبد مشرشي وين تحبي يهزك؟ للاك، لافينو نعملوا قهوة. هذا قهوة الحومة ونعرفهم، ولاد الحومة عندي فيهم الثقة ما يصبوش بيا. شو تشرب صبري؟ جيب كابيسان صح. والفريز. شكون؟ مش عليك على الفريز اللي معاك. طايح في القدر؟ ما عجبتكش أنا؟ راجل قاعد باش نبع أربعة دجاج، أنا صحن نور، برا تحارة تنسى. برا ما يخيبك، برا ما يخيبك. استغفر الله العظيم. هاي وعلاش تحبي تقابليني أنت وكبشتي؟ عاملت لي كمين؟ ليه بالطبيعة. اما بصراحه نحب نعترف لك ونقول لك شكون اللي دغرني بهذ الفلوس. تو تفكرتيه؟ اي تفكرتو. يو شكون؟ انت تعرفوا بكدا زاده. انا نعرفه. يطلع شك الفرق سمير يا بنت. لا 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 مش سمير. امال شكون؟ رزوقه. رزوقه؟ اي انت تعرفيه انت رزوقه وجايبوا ليك رزوق. نعرفه بكدا رزوقه. رزوقه سيكوريتي عندنا في البنكة. عرف لي انت عندك برشا فلوس مش اسرقه. منين نعرف رزوقه اللي انا عندي برشا فلوس؟ قلت لك السيكوريتي في البنك، الناس الكل في البنك يتكلموا اللي انت عندك زوج مليارات، تبعك عرف دارك وسرقهم. ما عجبكش زياده، وعلاش ما قلتيهوش الكلام هذا في المكافاه؟ تخزري لي في عينيا كي قدام العون وتعملي لهم هذاك اللي حاب يقتلني زعما بسيط؟ خاطر خفت يا صبري خفت. خفتي بسم الله عليك، ومنياش خفت؟ خفت على خاطر هددني، قال لي اذا تحل فمك بكلمه نقتلك ونقتل تتا منجيه. مجرم طلع خشم البراد هذا ويتسكبر ما يظهرش عليه. اي مجرم، اون بليس انا خفت على التمنجيه، حرام يصير لها حاجه في جرتي. ايش الحل مالا تو؟ الحل نعرفوا داره ونمشيو نرجعوا الفلوس. وعليه نرجعوا احنا في الفلوس؟ تمشي للشرطه قول لهم السيد هذاك يهز الفلوس يرجعوا لي فلوسي ويدكوه في الحبس. ما نجموش يا صبري. وعليه ما نجموش؟ على خاطر اذا الحاكم عرف اللي انت عندك زوز مليارات باش يبعث لك الفيسك. شكون يبعث لي؟ الفيسك. شكون هذا نعرفه انا؟ الفيسك القباضة. القباضة معناه ينقصوا لي من الفلوس نتاعي؟ تي بيان سور شيري. اش قلتي؟ اش قلت؟ توا اش قلتي؟ قلت بيان سور. لا من بعد بيان سور اش قلت؟ قلت شيري. عندي برشا ما سمعتيش شيري. بسم الله شبيك؟ خي منين جيت؟ جيت من الدار. ما تصدقهاش تكذب. لا المرة هذه حاسة مش تكذب. والله ما نكذب جيت من الدار. ودي تصدقها أنا كان كنشوف فلوسي فهمت؟ سيرين سيرين. أمي أم من جاي؟ شكون؟ شكون صبري؟ انت شبيك انت اش تعملي لهنا؟ راغب عليه ما جاي عايط لامي تعرف صبري صبري شكون باش يعيط لامي من جاي وجاي للدار؟ فرنسا لودي دو سانتو سيلفا؟ شبيك انت ما مصاب؟ بهيمه بهيمه ياسر فريستري راك. تفضل اش تحب؟ شنو؟
تفضل شو تحب؟ جاي نطلع في مضموني انا عند سيادتك في دارنا راك معاش قولها شو تحب؟ كون اقصي بالوقاحه من ريحه البصل قتلتيني به، قتلتيني بريحه البصل. معناها ترد فيا يا صبري، ترد فيا بارك الله فيك. ليش هنا لمي صلي على النبي فضلك عليه. هبتي ديك الناس تخزر. ونشوفي فيهم الناس اخي بالاقمار الصناعيه يصوروا فينا. تفضل شو تحب؟ لميس نحب نقول لك انا صحيح البريود الاخرى كنت خايبه معاك ما كنتش في المستوى اما توا لميس ايسي متنو توا وين عرفت قيمتك جاي دلوقتي تقول لي خلاص قلبي انجرح خلاص صحيتي زيد يغني كيكه وتترقى فيا فهمتني ويدخل عاصي الحلاني بحصان وشريف علوي يبدا يندي بتولي كليب اخراج نادين لبكي ونبدا نعمل لك هكي انا مش خير اسمعني يا صبري انا توا راني وليت مرت راجل وما يساعدنيش باش نقعد انا وياك في الدار راس راس وتتفينسوا في ديك راس بصل فما واحد في ديه راس بصل ويتفينس مرت راجل لا مرت فريجيدير اسمعيني لميس انا راني نحبك وين نموت عليك يا صبري نحبك تفهمي اللي رزوق هذاك مجرم سيطان كريمينيل شنو رزوقة مجرم ملا انت شنو انا مجرم صبي فيا لميس تيني فيا اي اي اسمعني يا صبري رزوق هذاك راهو خطيبي وما نسمح لكش باش تحكي عليه حتى حكايه واحترم روحك لنكلم الشرطه تتخذ معك الاجراءات اللازمه تتخذوا اجراءات شبيك تحكي هيك بالعربيه تقول مسلسل حسابات وعقبات قريب يدخل علينا منصف لازار يقول لي المستندات في السياره سي كمال يحكي عادي اخزري لي انا راني زهره حكيت لي كل شيء ايوه ثعلب هذيك ولا الحكايه شبتي ثعلب كركدن ورا الامور المهم حكيت لي كل شيء وانا جيت باش نقول لك يا لميس راني نحبك حتى انا نموت عليك يا صبري نحبك تعاونيني المره هذه والله يا لميس سور لا تيت دو مامير وراس راس البصل اللي في ديك المبكر تقرمشي فيه لميس نحبك تعاونيني المره هذه واقسم بالله مانيش باش ننساها لك طول عمري في شنو تحب بالضبط عطي يدك تتنوم سياك وتدحنسي نحبك تحلي وذنيك وتركزي معايا باش نقول لك تو تحب تسكروا الباب عليك عليك تسكري في الباب تحب تسكري الباب وتستفردي بيا خاطرني شاب اعزب حرام عليك اعرفكم انتم عيلك تسكروا البيبان اش تعملوا ونمشي بعد ساعه ليه ليه يا بنتي ليه ما تسكريش الباب خليه محلول ملا وحش ملا وحش وهش متعب صلخ خارج اللطف